أبدأ من تبريز مع حسام، مع ياسر مسعود، مع الأجواء بعد إعلان النتيجة، تفضل. هناك العديد من التجمعات على اعتبار أن الساعات الأولى اليوم بدأت بهو عودة الدوام الرسمي للبلاد ومنها في مدينة تبريز، وبالتالي يتوقع إذا ما كانت هناك أو ستكون هناك تجمعات خلال الساعات القادمة ستكون بعد الظهيرة عصرا وحتى ربما المساء. هذا فيما يتعلق بأصداء فوز مسعود بزشكيان بالرئاسة، وعندما نتحدث عن فوز مسعود بزشكيان بالرئاسة فهو يعني تبريز ويعني المحافظات شمال غرب إيران بشكل خاص من عدة جوانب. عندما نتحدث عن مسعود بزشكيان وإن كان ولد في مهابات في أذربيجان الغربية، لكنه ترعرع وأكمل دراسته ودخل عالم السياسة من تبريز، وهو مرشح من قبلها إلى البرلمان الإيراني لعدة دورات، وحتى أنه حقق أرقاما قياسية على هذا الصعيد، وبالتالي هناك لديه جمهور واسع وعريض، وهذا ما أثبتته الجولة الأولى رسميا التي تم الإعلان عنها، وبالرغم من أن المشاركة كانت لا تزيد عن 44% في محافظة أذربيجان الشرقية، لكن نحو 80% من أصوات هذه المحافظة دعمت مسعود بزشكيان. في هذه الدورة تشير بعض الأرقام شبه الرسمية إلى أن نسبة المشاركة ارتفعت بها إلى ما يزيد عن 65% في ظل احتدام التنافس والمناظرات الساخنة وتبادل الاتهامات والانتقادات ما بين المرشحين سعيد جليلي ومسعود بزشكيان وتعرضهما لملفات تهم تبريز بالدرجة الأولى والمكون الآذري والمكون كذلك الكردي الذي ينحدر منهما مسعود بزشكيان، وبالتالي تهم هذه المدينة على صعيد اقتصادي على صعيد خدماتي. عندما نتحدث عن تبريز وهي تبريز تعد إحدى أهم وأبرز أقطاب الاقتصاد في إيران، السياحة، التاريخ لها ثقلها في المعادلة السياسية الداخلية في البلاد يعول عليها، ولطالما دعمت التيار الإصلاحي في دورات عدة منذ فوز محمد خاتمي في دورته الأولى 97 من القرن الماضي وحتى في 2001، وأيضا دعمت كذلك حسن روحاني الوجه المعتدل. هنا ما يقال في الشارع الأذربيجاني الشرقي يقال من أو التبريزي تحديدا من أن تمكن مسعود بزشكيان من استعادة التيار الإصلاحي إلى الواجهة. ما تحدث به مسعود بزشكيان وقبل قليل أكد من أن انطلاقة مرحلته بدأت للتو بعد إعلان فوزه، وأن الطريق ليس سلسا من دون تعزيز التعاون وتعزيز الثقة الشعبية. وعندما يتحدث بزشكيان عن التعاون هنا يود ربما الإشارة إلى تعزيز التعاون في الداخل منظومة الحكم الإيرانية، على اعتبار أن التيار الإصلاحي دخل الآن إلى منظومة الحكم من بوابة الرئاسة ومن بوابة السلطة التنفيذية للبلاد بعد غيابه لنحو 19 عاما بشكل رسمي. يضاف إلى ذلك من أنه يدرك أن البرلمان الآن هو أصولي ومحافظ بامتياز، هناك سلطات عدة أصولية في منظومة الحكم الإيرانية، وخاصة عليه أن يزيد من تعاونه من أجل تسيير سياساته إن كان على الصعيد الخارجي وإن كان على الصعيد الداخلي، وبالتالي يريد أن يفي بوعده بوعوده العديدة التي تلامس مشاعر الشارع إن كانت في المكون الآذري أو في عموم إيران، وهذا ما أكد عليه مرارا خلال حملة